نشوف هذا السؤال. هون بحكي لي consider the following table. عندي جدول يعني فيه صفين، هلا اشي طلاب بدرسوا ساينس، اشي انجينيرينج، واشي ميديكال. معطيني اعداد الطلاب بكل صف وكل قسم يعني، وهدول صفين للسمشن يعني مجموع هذا الصف مجموع هاد ومجموع هدول. بحكي لي if a student is chosen at random، سحب طالب بشكل عشوائي، أوجد لي احتمال إنه يكون هذا الطالب بدرس هندسة. تمام، طلاب الهندسة هلا عندي كلهم 35، بما إنه مش محدد لي من أي صف. لو حدد لي مثلا دي من الصف الثاني ويكون engineering باخذ 15، بس طالما مش محدد باخذ كاملين 35 على مجموع كل الطلاب. summation لكل الطلاب من الصفين بكل الأقسام 130، يعطيني الجواب. بحكي لي هون find the probability that he is a medical student or from class 1، يعني بدي ما احتمال يكون طالب طب أو يكون من الصف الأول. فإذا بنتذكر من المد هون ال or هي اتحاد، اتحاد إنه يكون بدرس طب، اتحاد يكون من الصف الأول. هلا قانون هاي من المد، احتمال الأول زائد احتمال الثاني ناقص احتمال تقاطعهم. تمام، احتمال انه يكون طب 60/130 طلاب الطب على مجموع الطلاب كاملين، زائد يكون من الصف الأول مجموعهم 60/130 ناقص احتمال تقاطع الطب مع الصف الأول قاطع لي اياهم، يعطيني 25. 25/130 بما انه احتمال نقسم على أوميجا دائما، بيعطيني جواب. شوف فرعسي بحكي لي find the probability that he is from class 2، بدي أي طالب سواء مش هامني أي قسم بس إنه يكون من الصف الثاني. مجموع طلاب الصف الثاني 70 طالب على الأوميجا، مجموع الطلاب كاملين 130، لو طيرنا هاي مع هاي بيعطيني 7/13، يعني تقسم على الآلة. Find the probability that he is a science student such that he comes from class 2. يعني بدي من يعني هاي الصيغة صيغة يعني احتمال مشروط. كيف هون بحكي لي احتمال انه يكون من طالب ساينس بشرط انه يكون من الصف الثاني. الاحتمال المشروط زي ما بنعرف من المد كيف بنكتبه، بحكي لي ساينس given انه يكون من الصف الثاني. هذا طبعا كيف بدنا نعرف انه احتمال مشروط من هاي الصيغه science student such that he comes from class 2. هذا قانونه من المد، احتمال التقاطع تبعهم على احتمال الحد الثاني. تمام، هلا احتمال انه يكون science متقاطع مع الصف الثاني هي 20 على الأوميجا كاملة 130، لأنه هذا احتمال وهذا احتمال وبدي أقسمهم على بعض. هاي بالنسبة لهاي. هلا الحد الثاني إنه يكون من الصف الثاني، عندي 70 طالب من الصف الثاني على الأوميجا برضه 130. هلا مقسومين على بعض، ممكن نشيل 130 مع 130 والصفر مع الصفر، بيعطيني 2/7. تمام، هلا ننتقل لموضوع تاني discrete distribution. اول موضوع في البينوميال distribution. البينوميال ما بعرف اذا مر عليك ولا لا، يعني هي نظرية ذات الحدين، انه الاشي يا اما يعني يا بيكون صح يا بيكون غلط. يعني كيف مثلا الامتحان multiple choice، انه الدائرة يا بتكون صح يا بتكون غلط، ما في دائرة تكون نص نص. رميت قطعة نقد، ما في يا بتكون صورة يا بتكون كتابة، ما في إشي بيناتهم. أنت بالامتحان يا بتنجح يا بترسب، ما في إشي أنت لا ناجح ولا راسب، فيش إشي هيك اسمه. بحكي لك الأوتبوت يعني الإشي اللي بتعطيه إما ناجح أو راسب، ما في إشي غير هيك. الاحتمال الفيل الرسوب برمزوله بكيو، واللي هو 1-بي. بي هي رمز للاحتمال النجاح. طبعا اشي طبيعي، الواحد هو مجموع الاحتمالات كاملة، حكينا الواحد مجموع احتمالات كاملة،
بشيل منه الباس النجاح، بضل عندي الفيل، يعني اشي منطقي. بحكي لي البينوميال راندوم فاريبل بيعتمد على ان والبي. البي حكينا رمز لنسبة النجاح، والان هي عدد المحاولات. مشان هيك يعني لما بدنا نكتب الصياغة نكتبها بهاي الصياغة. طبعا البي بترمز لبينوميال، الان لترايرز ترايل، والبي نسبة النجاح. هلا الاكس نمبر اوف سكسسز اوت اوف ان ترايلز، عدد النجاحات في ان من المحاولات. في قانون لازم نحفظه برضو، احتمال مثلا لما يحكي لك انه تكون مثلا اوجد لي probability انه تكون الاكس تساوي واحد. هسه بنشوف كيف القانون مباشر، تعويض مباشر، الان عدد المحاولات، الاكس بتكون معطى بالسؤال، احتمال النجاح يا بيكون معطى او بده يكون اشي يعطيك مشان تلاقيه، برضه هاي نفس الشي، ان عدد الترايلز والاكس. الاكس طبعا الاكس اكيد هي عدد صحيح. expected value للاكس بتساوي ان في بي، برضه حفظ، والفاريانس للاكس ان في بي في كيو.